السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في اللقاء السادس من لقاءات مبادئ التسويق في هذا الفصل الدراسي الثاني من عام 1440. لقاء اليوم إن شاء الله نستكمل فيه حديثنا بالأمس، كنا تكلمنا عن تجزئة السوق وبدأنا في مقدمة عن تجزئة السوق وأهمية تجزئة السوق، ماذا نعني بتجزئة السوق، تعريف مختصر لها. أيضا تكلمنا عن الأسواق وتعريف الأسواق، وتكلمنا عن أنواع الأسواق، السوق الاستهلاكي وسوق المنظمات والسوق الصناعي. أيضا تكلمنا عن الاستراتيجية التسويقية، معنى الاستراتيجية التسويقية ومما تتكون الاستراتيجية التسويقية، قلنا أنها تبدأ بتحديد السوق أو الأسواق المستهدفة، ثم بعد ذلك المزيج التسويقي. وقلنا أن جانا سؤال أمس في كويز، هل نبدأ بالمزيج التسويقي قبل الأسواق المستهدفة؟ وكانت إجابة خطأ، المفروض أن نبدأ بالأسواق المستهدفة ثم نكمل بالمزيج التسويقي. ثم بعد ذلك تكلمنا عن استراتيجيات التعامل مع الأسواق المستهدفة، وكان قلنا عندنا نوعين من الاستراتيجيات، استراتيجية السوق الكلي وأن ينظر فيها للسوق إلى كتلة واحدة متجانسة الحاجات والرغبات. ضربنا أمثلة مثلا الأشياء اللي دائما يستخدمونها الناس وغالبية الناس تستخدمها، غالبية الناس تشترك في نفس الحاجات في نفس المنتجات. وعندنا الاستراتيجية الأخرى، استراتيجية تجزئة السوق اللي راح نتكلم عنها اليوم. تكلمنا عن طبعا شروط نجاح استراتيجية السوق الكلي، نجاح استراتيجية توحيد السوق أو السوق الكلي. كنا أمس أخذنا كويز ولا غطينا فقرة استراتيجية السوق الكلي من الأسئلة، لكن في كويز اليوم إن شاء الله راح يكون فيه كم سؤال عليها، فنحاول نغطي الباب كامل إن شاء الله. قلنا استراتيجية الأولى استراتيجية السوق الكلي، استراتيجية الثانية استراتيجية تجزئة السوق. في الأولى كنا نقول ننظر للسوق إلى أنه كتلة واحدة أو قطعة واحدة ونتعامل معها بهذه الطريقة، بحيث نجمع الجميع ونوجه لهم منتج مناسب لأغلب فئات هذا المجتمع اللي احنا نريد الوصول له. في هذه الاستراتيجية نصل إلى مرحلة تقسيم الأسواق إلى وحدات مختلفة صغيرة حسب المنتجات اللي راح نقدمها، وحسب أيضا الطبيعة الفئة المستهدفة، هل في اختلاف بين الفئات اللي راح نحددها أو أن الفئات متشابهة. إذا كانت متشابهة طبعاً استراتيجية السوق الكلي بدون ما تعد أنفسنا نحط تقسيم تجزئة السوق. كذلك استراتيجية السوق الكلي في لها نوعين، أو عفواً استراتيجية تجزئة السوق لها نوعين. النوع الأول تسمى استراتيجية التجزئة المركزة. معنى استراتيجية التجزئة المركزة أن يكون عندنا مزيج تسويقي واحد يوجه لفئة واحدة فقط أو قطاع سوقي واحد مستهدف فقط. وش معنى هذا الكلام؟ أو من ممكن يعطينا مثال عليه؟ أدوية السرطان الله يكفينا وياكم الشر، إبرة الأنسولين. جميل. غير المنتجات الطبية، ممكن حليب الأطفال، غالبا شركات حليب الأطفال. جميل. السيارات الفارهة، كلام جميل صحيح. مثلا شركة روزلايد عندها سيارة
توجهها لفئة محددة من المجتمع، تريد هذه الفئة فقط، تريد هذه الفئة وتوجه لها هذا المزيج التسويقي. تلقى السيارة لها طبعا منتج، لو لاحظين البرودكت والبرايس والبليس والبروموشن، المنتج له مواصفات خاصة، سعره غالبا يكون عالي جدا إذا كنا نستهدف هذه الفئة. التوزيع، نشوف مثلا سيارات رولز رويس ما توجد مثلا، ما يوجد لها موزعين كثار، ممكن تلقاها فقط وكيل واحد ولها فرع واحد حتى في المنطقة كلها. الترويج كذلك، مثلا ما نشوف، نشوف مثلا إعلان سيارات تويوتا، نيسان، هوندا، غيرها من السيارات، لكن رولز رويس ما نشوفها بكثرة لأنها تستهدف فئة. الفئة هذه كانوا يبغون يروحون لهم، ممكن يصلون لهم مثلا مدى المبيعات، يروح نفسه التجار مثلا أو أصحاب خلينا نقول المناصب العليا. ممكن إنه مثلا تكون الإعلانات متوفرة في مثلا مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة. الطريقة هذه استهدفنا فئة واحدة، وجهنا لها مزيج تسويقي واحد. استراتيجية التقسيم المتنوعة هي أن يكون عندي عدة أمزجة تسويقية لعدة قطاعات مختلفة. خليني أعطيني مثال شركة تتبع هذه الاستراتيجية. تحياتي الرياض، الله يكرمكم. الاتصالات كيف؟ جوالات جميل، مثل مين جوالات؟ سامسونج، جميل جدا. سامسونج، سامسونج شو تسوي مثلا؟ شو عندها؟ سامسونج عندها جوال 3000، وعندها جوال 1000، وعندها جوال 500، صح ولا لا؟ الجوال اللي ب 500، خلونا مثلا نلاحظ الجوال ب 500 من ناحية المنتج، طبعا مواصفات أقل، جودة أقل، صح ولا لا؟ يعني يقدم خدمات بسيطة جدا، أكيد في اتصال، في إنترنت طبيعي، لكن حتى مواصفات الشاشة أقل، مواصفات البطارية أقل، قدرة الجهاز المعالج حقه أقل، كل هذه من الأشياء اللي تفرق عن الأجهزة الثانية عند سامسونج. سعره طبعا يكون مثلا 500 ريال أو 600 ريال، سعره قليل مناسب للمواصفات اللي فيه. طريقة التوزيع غالبا وين تلقاه؟ غالبا ينتشر أكثر في البلدان اللي دخلهم أقل، أو إنه مثلا يستهدف مثلا فئة معينة، مثلا خلينا نقول فئة الخادمات، أو 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 ممكن حتى في ناس مثلا يقول والله أنا ليش أنا ما أحتاج الجوال هذا، مش شرط إنه يكون خادمات، ممكن يقول والله أنا ما أحتاج إني أشتري جوال 3000، أنا جوال 500 أو 600 ريال هذا يكفيني. مثلا شخص ما يحب يستخدم السوشيال ميديا، ما يحب يستخدم اليوتيوب والفيديو، ولا يحب يستخدم مثلا معالج كبير، ما يحتاج تصف، ما يستخدم انترنت اصلا، يستخدم الاتصال والرد، يكفي الجهاز هذا، يكفي الجهاز هذا وحسب قناعة الشخص. فمو شرط انه يكون، فاذا شخص يرغب في جهاز مواصفات قليلة بسعر قليل، غالبا هذا الجهاز موجود. فيه أجهزة عند سامسونج تصل إلى 200-300 ريال، ممكن ما نشوفها عندنا، لكنها تباع مثلا في بلدان مثل الصين أو غيرها من البلدان اللي مثلا فيها فئة كبيرة من الناس دخلهم أقل من المتوسط، وعندهم مثلا جوال ثاني مثلا في النص يناسب فئة متوسطة، في إمكانيات لكنها أقل من إمكانيات الجهاز الكبير المميز، أفضل جهاز من سامسونج، خلينا نقول جهاز إستم اللي أعلن عنه الأسبوع الماضي تقريبا 3500 أو غيره، حوالي 3000 إلى 3500. في عندهم جهاز ثاني مثلا ب 1500، في انترنت، فيه المتجر الإلكتروني، في تقدر تحمل عليه تطبيقات تقدر تستخدمه، ممكن ما تقدر تحمل عليه أشياء كثير، ما تقدر، ممكن مع مر الوقت يبدأ يعلق، على طبيعي لأنه إمكانيات أقل. نفس الشيء مثلا لو ضربنا مثال على شركة تويوتا الموجودة عندكم في الصورة. شركة تويوتا عندها عدة سيارات، في عندها مثلا خلينا نقول سيارة لاند كروزر، الجيب، الجيب هذا مواصفاته والمنتج له مواصفات، جودة، حجم، خلينا نقول قوة، قدرة على التكيف في الصحراء أكثر، سعره غالبا يكون مرتفع. التوزيع وين نلقى دائما سيارات الجيب، جيب لاند كروزر؟ جيب لاند كروزر غالبا في منطقة الخليج أو في المناطق الصحراوية، الشراء أكثر،
ليش؟ لأن الناس تحب السيارات هذه، وفي المنطقة هذه أغلب الناس يحبون السيارات هذه. تلقى بعض البلدان مثلا في أوروبا ولا أمريكا وغيرها، اللاند كروزر هذا نادر الوجود، نادر الوجود، الناس ما تشتري. لكن مثلا عندنا نشوفه منتشر بشكل كبير، فالتوزيع هنا اختلف في سيارة اللاند كروزر. كذلك لو جينا للترويج نشوف مثلا دائما إعلانات لاند كروزر شو تكون؟ شو تكون دائما؟ دائما طابع إعلانات لاند كروزر الصحراء، صحراء قوة تحمل، صحراء دائما هذه طريقتهم في، أو الجبال مثلا طريقتهم في الإعلان. مثلا عندهم قلنا لاند كروزر، مثلا السيارة الثانية تكون كامري، سيارة شبابية، حتى نشوف المنتج أقل طبعا من جودة اللاند كروزر، لكن فيه أشياء أو مواصفات شبابية. مثلا اللون غالبا الوان سيارة الكامري تطلع كل سنه بالوان شبابيه، ممكن تشوف لون احمر، ممكن تشوف لون اخضر، ممكن تشوف لون ازرق. ممكن هذا اللون مستحيل تشوفه في سياره مثلا كروزر، لانه غير مناسب للفئه المستهدفه، غير مناسب للفئه المستهدفه. السعر الترويجي توزيع كذلك نفس الشيء. لو جينا مثلا سياره نوع ثالث من سيارات اليارس، سيارات تويوتا هذه سعرها رخيص، ممكن 50,000، سيارة صغيرة جدا حجمها، يجينا المنتج صغير الحجم، مواصفاتها قليلة جدا، أقل المواصفات، لكن سعرها مناسب، حجمها مناسب، يصلح للمشاوير الخفيفة، يصلح للناس اللي ما تبغى مثلا، أو للشركات اللي بيعطون موظفينهم سيارات. فيه ميزة اقتصادية، تقدر من إعلاناتهم كيف تكون؟ سيارة أقل تكلفة، سيارة اقتصادية فقط ب 49,000 ريال مثلا، فقط اقساط شهريه 800 ريال او بالطريقه هذه. فالان صار عندنا تقسيم متنوع بفئات مختلفه، اوجه لهم منتجات مختلفه، كل فئه اوجه لها المنتج اللي يناسبها. طيب السؤال الان، عندنا مثل ما قلنا استراتيجيه التجزئه المركزه والتقسيم المتنوع. أسألكم الآن سؤال، تخيل أنك أنت، وخذوا وقتكم في الإجابة عليه، تخيل أنك أنت الآن عندك رأس مال، خلينا نقول مثلا 200-300-400-500,000 ريال في الحدود هذه، وقررت أنك تبدأ في مشروع جديد، وش تتبع؟ أي استراتيجية من الاستراتيجيات الثلاث؟ استراتيجية تقسيم متنوع، أو استراتيجية تجزئة مركزة، أو استراتيجية السوق الكلي اللي تكلمنا عنها أمس؟ خذ وقتك في الإجابة، لا تستعجلون بالإجابة، ركز في إجابتك، بسألكم بعد شوي عن الإجابة وعن سبب اختيارك لهذه الإجابة. فعيد السؤال، تخيل أنك عندك ميزانية خلنا نقول محدودة أقل من 500,000 ريال، وتبغى تتبع استراتيجية معينة، كيف وأي استراتيجية ترى أنها مناسبة، وش السبب اختيارك هذه الاستراتيجية؟ طيب اللي يقول اتبع استراتيجية السوق الكلي،
ودي الحين بس أسمع من اللي يقولون استراتيجية السوق الكلي، وش سبب اختيارك هذه الاستراتيجية؟ جميل. جميل. طيب اللي يقولون استراتيجية التقسيم أو التجزئة المركزة. يكون تجاه مركزة، وش سوي اختيارك من تجاه مركزة؟ طيب مين يقول تقسيم متنوع؟ ايش سبب تقسيم متنوع؟ متنوع. تكون مثالنا في المتنوع اللي ضربناه قبل شوي، ضربنا مثالين، كنا شركة سامسونج وشركة تويوتا، ولا لا؟ غالبا هذه الشركات يعني معروفة هي من أكبر شركات العالم، صح ولا لا؟ نتفق؟ جميل، جميل، فهذا يعني أنها من أكبر الشركات، أنها دائما شركات إمكانياتها قوية جدا، بإمكانها أنها تركز على أكثر من فئة، وكل فئة يعني لدرجة أنه ممكن يكون كل فئة لها يعني في إذا كنت درستوا الهيكل التنظيمي، أحيانا الهيكل التنظيمي يكون تقسيمه على طريقة إيش؟ على طريقة المنتج، صح؟ كل منتج له هيكل تنظيمي، قد تصل في بعض المراحل بعض الشركات الكبيرة أن كل منتج له هيكل تنظيمي خاص فيه، والسبب إن الشركة ضخمة جدا كبيرة جدا، فكل فريق له هيكل خاص يتعامل مع هذا المنتج بطريقة مختلفة عن المنتج الآخر، من ناحية مثل ما قلنا المنتج نفسه استراتيجية التعامل مع الزبائن وإلى آخره، حتى الزبون نفسه إذا راح يشتري لبس يلقى تعامل مختلف عن لو راح يشتري سيارة مثل ياس مثلا، ولا لا؟ طبيعي، فهذا تقسيم متنوع. خلينا نقول نروح للسوق الكلي. السوق الكلي واحدة من أبرز خصائصه لو رجعنا تذكرنا أمس أن السوق الكلي ضروري جدا أنك تكون منتشر في أغلب الأماكن، يعني إذا أنت تبيع رز طبيعي أنك تكون متواجد في السوبر ماركت، أغلب السوبر ماركت وأغلب البقالات، أو إذا تبيع مثلا لبن أو إذا تبيع ماء مثلا أو غيره من الأشياء، وهذه أيضا صعبة على من؟ على صاحب رأس المال الضعيف، صح ولا لا؟ فغالبا تحتاج راس مال كبير، فاستراتيجيه التجزئه المركزيه افضل الحلول. استراتيجيه التجزئه المركزيه افضل الحلول بالنسبه لك كشخص مبتدئ وداخل في عالم البزنس، خصوصا اذا كان راس المال عندك ضعيف، حتى لو كان راس المال عندك قوي جيد جدا انك تبدا تتعلم من السوق، تتعلم في البدايه من خلال فئه محدده، من خلال منتج واحد، بعدها تقدر تتوسع وتصل الى مراحل اقوى. أعطيكم مثال، واحدة من الشركات الأمريكية لصناعة الجزم الله يكرمكم كانت في تقريبا في السبعينات الميلادية تقريبا، كانت الجزم الرياضية هذه مثل أديداس ونايكي وغيرها من الشركات كانت موجهة غالبا للرجال، لأن النساء في ذاك الوقت كانوا يغلب عليهم أنهم يلبسون جزم الله يكرمكم أنيقة أكثر،
اللبس النسائي يهتم بالأناقة كاملة في وقت أكثر، والعملية كانت يعني من صفات الرجال أكثر. فكانت الشركات هاي توجه منتجاتها للرجال وللشباب بالعموم. فجت شركة جديدة قررت أنها تدخل السوق. طبعا يوم قررت أنها تدخل السوق، كثير من يعني الشركات كانت موجودة ومسيطرة على السوق سيطرة كبيرة جدا، شركات مثل نايكي وأديداس وبوما وأمرو وغيرها، كثير من الشركات. فقررت الشركة أنها تدخل عن طريق الجزم النسائية، عن طريق الجزم النسائية. فيوم قررت أنها تدخل، قررت أنها تدخل استراتيجية التجزئة المركزة، نزيل تسويق واحد محدد إلى فئة واحدة، تمام؟ استراتيجية التجزئة المركزة اللي هي هذه، تمام؟ نزيل تسويق واحد إلى فئة واحدة. لو جينا المنتج، منتج ألوانه مناسب للنساء، حجمه مناسب للنساء، ممكن الوزن وغيره من الأشياء تكون مناسبة أكثر. التوزيع ممكن يكون موجود في متاجر نسائية. الترويج، بدأت تطلع إعلانات تبين أن المرأة بإمكانها أنها تلبس مثل هذا وأنها أريح لها، وأنه في بيئة العمل بالذات أريح، خصوصا أن يعني ممكن الكعب يكون متعب مع الوقت، مع الشغل، مع كثرة الشغل. والتسعير، وش تتوقع عن تبع استراتيجية التسعير؟ هل كان سعره مرتفع ولا منخفض؟ ليش مرتفع ليش منخفض؟ طيب الشركة مثل ما قلنا هي وجهت التركيز أكثر على مين؟ على النساء اللي يشتغلون أكثر، تمام؟ والنساء اللي يشتغلون، اللي يعملون أكثر، أكثر من يعني ما كان عندهم مظاهر في البداية. النساء في ذاك الوقت ولا زال، لا زال خلينا نقول معدل دخل المرأة أقل من معدل دخل الرجل، صح؟ كدخل رواتب وغيرها. فقرروا ان السعر يكون اقل. ليش؟ لان هذه الفئه دخلها اقل، فضروري ان اعطيهم شيء يناسبهم. واضح الفكره؟ بعد مرور الوقت حققت نجاحات الشركه الى ان قررت انها تتبع استراتيجيه ايش؟ تقسيم متنوع. قررت انها تنتج للنساء، تنتج للرجال، تنتج للاطفال للجميع. لكن بدأت بتجزئة مركزة، حققت نجاح كبير في هذه التجزئة المركزة. وغالبا ميزة التجزئة المركزة أنها تحقق الولاء، تحقق الولاء عند الفئة اللي تشتغل فيها. طيب هذا كلام من قبل شوي عن استراتيجية أو اختيار الاستراتيجية المناسبة. طيب وش الشروط؟ شروط التجزئة الفعالة، وش الشروط المناسبة للتجزئة الفعالة؟ في شروط المنافسة، شروط التجزئة الفعالة. أول شيء خارج القياس، معناها أن الفئة اللي أنا أبغاها أقدر أعرف أعداد هذه الفئة. يعني ممكن أقول مثلا أنا بستهدف السعوديين اللي أعمارهم فوق 15 سنة إلى 25 سنة، أقدر أدخل عملية الإحصاء وأعرف أعدادهم، صح؟ أقدر أعرف أعداد اللي ساكنين مثلا في شمال الرياض، أقدر أعرف أعداد اللي ساكنين في جدة، أقدر أعرف أعداد اللي ساكنين في الدمام، تمام؟ ليش؟ لأن إذا عرفت العدد أقدر أروح للنقطة الثانية، الأهمية الربحية. إذا في عدد كبير، حجم كبير، سوق كبير، معناها أقدر أنا أقدر أروح أشتري أو أقدر أبيع لهذه الفئة، تمام؟ أما إذا كانت هذه الفئة ما تستحق، عدد قليل، فغير مناسب، غير مناسب إني أدخل في هذا المجال أبداً. واضح؟ النقطة الثالثة، إمكانية وصول الفريق المستهدف أو السوبر المستهدف. إذا كنت أنا أقدر أصل إلى هذه الفئة، أقدر أحقق ربح من خلالها، هذا شيء ممتاز. واحدة من شركات التوصيل عندنا، خصوصا توصيل المطاعم،
قررت انها تتوسع في واحدة من الدول. ف يوم راحت للدولة هذه اكتشفوا ان في مشكلة في امكانية الوصول. وين كانت المشكلة؟ ان البلد هذا الانترنت فيه ضعيف جدا. فواحد من اهم اسباب نجاح التطبيقات الانترنت، اذا ما في انترنت زين الناس ما راح تستخدم. النقطة الثانية ان عدد كبير من فئة هذا المجتمع دخلهم ضعيف. فلو حبيت التطبيق هذا الناس يلا تلقى فلوس للاكل، فما بالك انه يدفع حق توصيل. فكان غير مناسب بسبب امكانيه كانت صعبه امكانيه الوصول. التباين والاختلاف ان يكون فيه علامات فارق واضحه واساسيه بين القطاعات السوقيه. فلا تقول مثلا انا بستهدف فئه الشباب، لانك لو قلت فئه الشباب غير واضح انه فئه الشباب، صح ولا لا؟ خذ فئه الشباب. في احد يقدر يقول لي مين هي فئه الشباب؟ ممكن نختلف على العمر صح؟ عشان كذا ضروري انك تحدد تقول والله من 20 الى 30، من 25 الى 35، ممكن من 10 الى 40 تختلف. ضروري يكون فيه اختلاف بين الفئات عشان ما يصير في تعارض. معين الاختيار بين الاستراتيجيات، هذا اللي تكلمنا عنه قبل شوي، وش اللي يخليك تختار استراتيجيه ولا تختار استراتيجيه ثانيه؟ اول شيء موارد امكانيات الشركه، يمكن اذا امكانيات قليله تبقى استراتيجيه السوق المركز والعكس صحيح. درجة تجانس المنتج، درجة تجانس السوق، إذا كان المنتج متفاوت، في اختلافات بين المنتج اللي راح تقدمه ومنتج آخر، مثل ما قلنا جزء نسائية وجزء رجالية، اختلاف كبير. سيارة لاند كروزر وسيارة الكامبري اختلاف كبير. تجانس السوق، هل في زبائن عندهم اختلافات في احتياجاتهم؟ هذا ضروري يكون موجود. المرحلة اللي يمر فيها المنتج دورة حياته، هذا بنتكلم عن أكثر في المحاضرة القادمة إن شاء الله. ثم المنافسة السوقية، إذا كان في منافسين مصعبين عليك الدخول فالأفضل إنك تدخل في استراتيجية السوق المركزة عشان ما يكثرون عليك المنافسين ويسببون لك مشاكل. أخيرا أسس تقسيم الأسواق الاستهلاكية في حسب الأساس الديموغرافي، هو أشهر التقسيمات: العمر، الدخل، الجنس، الحالة الاجتماعية، المهنة، المستوى التعليمي، كم عدد السعوديين مثلا في السعودية، كم عدد الذكور من السعوديين، كم عدد المتزوجين، كم عدد اللي أعمارهم فوق 35، كم عدد الناس اللي ما حصلوا على شهادة ماجستير إلى آخره. تقسيم السوق الاستهلاكي حسب الأساس الجغرافي، وهذه واضحة جدا، مثلا منطقة الرياض، منطقة الجنوب، منطقة الوسطى، الشرقية، الغربية، الشمالية، ممكن حسب الأساس الجغرافي في نفس المنطقة، ممكن الرياض، شمال الرياض، جنوب الرياض، إلى آخره من التقسيمات المناسبة على حسب الأساس الجغرافي. الآن ناخذ كويز مدة 5 دقائق ونرجع بعده لأسئلتكم إن شاء الله. بدأ الكويز.
يعطيكم العافية. الاختبار انت عرفته، نمر بس بشكل سريع على الأسئلة. السؤال الأول: مشروب نجاح استراتيجية السوق الكلي، هذا تريد المستهلكين؟ نغلق الجواب يا صحيحة. السؤال الثاني: مميزات استراتيجية السوق الكلي للفرق الاقتصادية، والأغلب كذلك جواب يا صحيحة. السؤال الثالث: من أنواع استراتيجية تجزئة السوق وتقسيم متنوع. والسؤال الرابع: مشروب تجزئة فعالة قابلة للقياس، أتوقع واضحة جدا. السؤال الخامس: من أسس تقسيم الأسواق؟ الأساس الديموغرافي، البيروقراطي والتكنولوجيا ما تكلمنا عنها أبدا، ففي مجموعة جواب قبل ما ذكر يمكن ما كان مركز معنا في المحاضرة. هذا بخصوص الاختبار للكويز. في أحد عنده سؤال على محاضرة اليوم أو على الكويز بالعموم؟ السؤال اللي في التجزئة المركز المتنوع هذه للتوضيح، تعرف الاختبار اختيارات ما يجي في رسم، فهي للتوضيح وللفهم أكثر. خصوصا اللي ممكن يجيكم مثلا تشوفون جميع ما ذكر لا شيء ما ذكر في الكويز، لكن في الاختبار ما في جميع ما ذكر ولا لا شيء ما ذكر، لأن سؤال وأربع اختيارات. تجي هذا بالضبط صحيح. البقال لما تبيع لك هذا بيع تجي اسم. كلمات إنجليزية لا، غير مضاربة بالكلمات. باقي سؤال، باقي معنا دقيقة. السوق الكلي مثال عليه أخذناه أمس، مثلا الأرز والسكر والملح، يعني باع اللي يسأل عن تجزئة السوق زي إيش؟ نتكلم المحاضرة الثانية كانت كلها عن تجزئة السوق، تكلمنا عن التقسيم المتنوع والتجزئة المركزة، ضربنا عليه أمثلة. ممكن لو ترجع للمحاضرة ممكن تحصل الشرح كامل إن شاء الله. تقسيم الأسواق موجودة في آخر شريحة، آخر شريحة. الله يعطيكم العافية، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس مواعيد الأسبوع هذا اللي نلتقي فيه، يوم الاثنين الساعة 4:45، ويوم الثلاثاء الساعة 4 تماما. وأتمنى من الجميع تسجيل الخروج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.